الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع سنن أبي داود كتاب المناسك باب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وهو من الثقات الأثبات، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة، عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف الكلام فيه، هو يزيد بن أبي زياد بن عصار القرشي لا، فيه كلام فيه ضعف كما قال أحد معين أنه لا يحتج بحديثه، وقال ليس بالقوي. أيضا الدلمي عنه قال ليس بالقوي، أبو حاتم الرازي قال ليس بالقوي، نعم أنا سائق في الضعفاء قال ليس بالقوي، ففيه ضعف، الحق فيه ضعف، لكن العجلي قال جائز الحديث وكان يتلقى بآخره. قال يعني هو الحق أنه ضعيف، لكن الرواية لها ما لها من الشواهد. قال عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس المكي من الثقات الأثبات، قال عن عبد الرحمن بن صفوان الجمحي أبو حاتم الرازي قال له صحبة، وأيضا ابن حبان ذكر أن له صحبة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، قال قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين. وهذه كما بينا قبل ذلك في مسألة المسألة الحكمية في الصلاة داخل الكعبة، وسنبين إن شاء الله. ماشي. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، الأصنام يعني. قال فأخرج صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي. طيب، هنا يعني الباب خلاص، الباب يكون ختامه غدا إن شاء الله في هذا الباب، لأننا تعجلنا وأخذنا الصلاة في الحجر قد انتهينا منه، يبقى لنا الختام في حديث استقسام الأزلام، لأن فيها الكلام على التصوير والكلام أيضا على أن أهل الفترة، أن أهل مكة أكثرهم ليسوا من أهل الفترة، لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، وهذا إن شاء الله يجد فيه الكلام يكون غدا. لكن قال هنا عمر بن الخطاب قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال صلى ركعتين. ففيها من السنة أن الإنسان يدخل الكعبة ويصلي ركعتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استاء واشتد الأمر عليه أنه دخل الكعبة وقال يعني خفت أن أشق على أمتي، قال خفت أن أشق على أمتي، وهو أرحم الأمة بالأمة، وهو أرحم الناس بالناس بأبي هو وأمي، لأنه علم أن الناس لو علموا أن النبي دخل الكعبة فإنهم يأتسون به، وهذا أيضا فيها دلالة على أن هذه الأمة ميزانها ورفعتها وتمكينها في الائتساء برسول الله في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، فخشي أن يشق على أمته في الدخول أو أن يكون قد شق على أمته في الدخول الكعبة، لكنه لما دخل فصلى. فالسنة الصلاة داخل الكعبة، وأيضا الدلالة على أن السنة الصلاة داخل الكعبة لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها طلبت من النبي أن تصلي في الكعبة فأخذ بيدها إلى الحجر وقال صلي هنا تقصرت النفقة بقومك، يعني هذه من الكعبة، وصلى النبي ركعتين. وقد وصف بلال كيف صلى، وأن المسألة أنه استقبل يعني ترك عمودين عن يمينه واستقبل عن يساره عمودا وصلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة، وفيها أيضا أنه إذا استقبل جدارا من جدر الكعبة يكون مصليا إلى الكعبة، وهذا كما قلنا بأنه قول الجماهير، هذا قول الجماهير، وخالف ذلك المالكي، وقلنا الأقوال الثلاثة أنه لا يصلى لا نفل ولا فرض، يصلى النفل والفرض، وهذا قول الجماهير، الشافعية والحنابلة أيضا قالوا ذلك وهذا الصحيح، المالكية قالوا يصلي النفل دون الفرض، أما الأحناف أيضا فمع الجمهور، وهذا راجح الصحيح أن الصلاة داخل الكعبة صحيحة،
وأن من السنة أن يدخل الكعبة ويصلي ركعتين. كثير من الناس الآن بسبب الزحام يتركون هذه السنة، والسنة أنه يذهب إلى الحجر فيصلي ركعتين داخل الحجر، لأن النبي دخل الكعبة وصلى ركعتين. فمن أراد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستن بما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يحرص على أن يدخل الحجر فيصلي ركعتين. زاهد الناس في السنن، لذلك لم تعلو رؤوسهم. فنسأل الله جل وعلا أن نعود عودا حميدا إلى التمسك بالسنن ونشر السنن بين المؤمنين. جزاكم الله خيرا. الفوائد المستنبطة: تعظيم البيت من أصول الشرع، تعظيم البيت من أصول الشرع، فعل النبي تشريع، سنية الصلاة في الكعبة في أي وقت، وهذا يعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء. وقد خصص بعض العلماء بمكة، نعم. وإن كان الشافعية يرون بأن المسألة دائرة مع الصلاة ذات السبب، لكن أخص الخصوص في هذا الباب مكة، نعم مكة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.